اهلا بكم اعزائي المشاهدين في درس جديد من دروس الرياضيات للابتدائي. النهارده هناخد درس مهم جدا جدا جدا، اسمه التقريب، اللي هو التقريب يعني بقرب. والتقريب ده هو درس من الدروس المهمه جدا، بنفضل نستعملها طول حياتنا لغايه المراحل الثانويه وحتى في الكليه كمان، فلازم نكون عارفينها. طبعا بكلم الامهات او الاباء اللي بيتفرجوا علينا في الفيديوهات يركزوا قوي، لان ممكن الدرس دوت لو فهمته كويس قوي هعرف افهمه لابني او بنتي، وبالتالي هبقى اي مساله فيها هعرف احلها. تعالوا نفهم مع بعض. اي رقم انا بكتبه زي الرقم ده 7253، اول خانه دي اسمها الاحاد، والخانه التانيه اسمها العشرات، والخانه التالته اسمها المئات، والخانه الرابعه اسمها الالاف. يبقى احاد، عشرات، مئات، الاف. احاد، عشرات، مئات، الاف. بمعنى انا بقول 7253، التلاتة دي تلاتة زي ما هي احاد، لكن الخمسة دي بنطقها بقول 53 فكأنها 50، يبقى في خانة العشرات. والاتنين دي بنطقها 200 بقول 253، يبقى في 200 في خانة المئات. السبعة بقول 7253، فالسبعة بقولها 7000، يبقى السبعة في خانة الالاف. احنا عايزين اول نوع من التقريب ناخده التقريب لأقرب عشرة، يعني للخانة التانية. التقريب لأقرب عشرة يعني الخانة التانية. عايز أقول ملحوظة مهمة جدا في التقريب، إن في أرقام 0 1 2 3 4 بيسموها أرقام فقيرة، ما بتزودش واحد، لكن في أرقام 5 6 7 8 9 بتزود واحد. يبقى إيه الأرقام الفقيرة؟ 0 1 2 3 4. إيه الأرقام الغنية؟ 5 6 7 8 9. نفهم يعني ايه ارقام فقيره وارقام غنيه. انا عندي الرقم ده 687، عايز اعمله تقريب لاقرب 10. انا بكتب بيساوي، بس يساوي عامله زي نون الرقعة كده، دي معناها يساوي تقريبا، يعني الرقم اللي يطلع ده التقريب بتاع الرقم اللي مكتوب. فالرقم ده 687، انا عايز اتعامل مع الرقم الثاني اللي هو العشرات، فبشطب الاولاني واحط مكانه صفر، وبعد كده بشوفه يزود ولا ما يزودش. هو رقم 7، قلنا الارقام الغنيه 5 6 7 8 9، فمن ضمنها رقم 7 رقم غني، فالرقم دوت يزود واحد، يزود على 8 واحد. يبقى كده مكان السبعه بكتب صفر، والثمانيه ديت بكتبها 9، وبعد كده 6. يبقى الناتج بتاع تقريب 690 تقريبا. افهمكم تاني، لو انا معايا 687 قلت لحد كده بالتقريب، يعني انا مش عايز ارقام مفرده، 687 تقريبا، يبقى كام؟ هل هو 680 ولا 690؟ لان السبعه رقم 7 كبير، فزود، فخليها بدل ما هي 687 خليها 690. القاعده بتاعتي ايه؟ ان انا بشطب الرقم الاولاني واحط مكانه صفر، وبعد كده بشوفه الرقم دوت، بشوف الرقم ده يزود واحد ولا ما يزودش. في ارقام ما بتزودش اللي هي 0 1 2 3 4، في ارقام تزود 5 6 7 8 9. ده 7 بيزود، ما دام بيزود واحد يبقى يزود واحد على 8، يبقى كده بقت 690. نعمل الرقم اللي بعده ونفهم اكتر من كده. انا عندي هنا الرقم الثاني 844، عايز اقرب الرقم دوت لاقرب 10. 844 اول رقم بتاع الاحاد بشطبه واحط مكانه صفر، وبعد كده بشوف الرقم ده 4 يزود ولا ما يزودش. برافو، في ناس حفظت من 0 ل 4 ما بيزودش، 0 1 2 3 4 ما يزودش، ده رقم 4 ما يزودش، يبقى خلاص، يبقى تنزل 0 مكان ال 4 الاولانيه، وبعد كده ال 4 الثانيه تنزل وال 8 تنزل، ما فيش حاجه زادت غير اللي فوق. اللي فوق كانت ال 8 زادت بقت 9، وبرده نزلت 0، لكن تحت ما تزودش. يبقى كده 844 بالتقريب لاقرب 10 تبقى 840. شوف الرقم اللي بعدها 3465، برضو انا عايز كل العمود دوت لاقرب 10، فاقرب 10 يعني مش عايز الاحاد، بشطبها واحط مكانها صفر، واشوف اللي انا شطبته يزود ولا ما يزودش. الخمسه حد حفظ؟ 0 1 2 3 4 5 بيزود، فالخمسه بتزود، فتزود واحد على السته كده. لما اكتب الرقم الناتج بكتب صفر، وبدل الستة زايد عليها واحد تبقى 7، 4 3 ينزلوا زي ما هم، يبقى 3470، يبقى 3465 بالتقريب لأقرب 10 تبقى 3470.
طب نشوف اللي بعدها وهنلاقي فيها كسر اعتيادي اللي هو الربع. الكسر بشطبه وما احطش مكانه الاصفار ولا اي حاجه خالص، الكسر كانه مش موجود، يعني كان الرقم ده 73، يبقى هو 73 وربع في كسر اعتيادي. الكسر الاعتيادي بشطبه خالص، او الكسر عشر كمان هشطبه، فالكسر بشطبه واتعامل مع الرقم. الاحاد تتشطب وتحط مكانها صفر واشوفها بتزود ولا ما زودش. رقم 3 ما يزودش، يبقى الصفر والسبعة يبقى تقريبا كام؟ 70. يبقى رقم 73 وربع بالتقريب لأقرب 10 بقى كام؟ بقى 70. نشوف اللي بعده برضو، في كسر اعتيادي اللي هي 29%. الرقم ده بيتقلي كده 87 و29%. أنا بشيل الكسر خالص، ملوش لازمة خالص، وما أحطش مكانه حاجة، بشيل الكسر من غير ما أحط مكانه صفار. لكن الآحاد هي اللي بشطبها الرقم الأولاني، يعني بشطبه وأحط مكانه صفر واشوفه يزود ولا ما يزودش. رقم 7 يزود، ايوه برافو، يبقى السبعه تزود واحد، و8 بزود كام؟ واحد. يبقى كده هنزل الصفر مكان السبعه، ودي 1 و8 كام؟ 9. يبقى 87 و29% بالتقريب لاقرب 10 بقت 90. بكده نكون اتعلمنا التقريب لاقرب 10. تعالوا نشوف مع بعض التقريب لاقرب 100. يعني ايه 100؟ احنا قلنا الخانة الأولى اسمها آحاد، التانية اسمها عشرات، التالتة اسمها مئات، يبقى أنا عايز الرقم التالت في الترتيب من اليمين، ده كده آحاد، واللي بعده عشرات، والتالت دوت اسمه مئات، أنا عايز الرقم التالت، فأنا بعمل إيه؟ ما دام عايز الرقم التالت أشطب الرقمين اللي قبله وأحط مكانهم صفرين، وبعد كده الرقم اللي لازق في 4 كام؟ 1. هل الواحد ده يزود ولا ما يزودش؟ طبعا واحد ده رقم فقير خالص ما يزودش. خلاص يبقى المسألة مكان ال 16 أحط صفرين، وبعد كده أكتب الأربعة اللي ما زادتش دي وخمسة، يبقى رقم 5416 بالتقريب لأقرب 100 بقى 5400. بمعنى أنا عندي 5416، 5416 لأقرب 100 يبقى كام؟ يعني أنا لو عايز فلوس معايا ميات، يبقى ال 5416، طبعا 16 منهم لازمه خالص ولا يقربوا اساسا، يبقى 5400. طيب نشوف اللي بعدها، 8536. انا عايز التقريب لاقرب 100، اقرب 100 يعني الخانه الثالثه، يبقى الاولى والثانيه مش عايزهم واحط مكانهم اصفار، ونشوف الرقم اللي لازق في الخمسه كام؟ 3. تزود ولا ما تزودش؟ ما تزودش، يبقى خلاص، يبقى العمليه خلصت. 0 0 5 8 يبقى 8500. نشوف الرقم اللي بعد كده، 9657. التقريب لأقرب 100 يعني الخانة التالتة، الأولى والتانية مش عايزهم أحط مكانهم أصفار، الرقم اللي لازق في الستة اللي هو مين؟ 5. يزود وما يزودش؟ يزود 1، يبقى الرقم الجديد في 0 0 مكان 57، لكن الخمسة دي زودت فالستة بقت 7، وهنا 9 بقت 9700. يبقى كده عرفنا ان احنا الرقم الثالث هو اللي انا بكتبه يزيد او ما يزيدش، لكن اول والثاني بشيله، ده في التقريب لاقرب 100. طب قلنا هنا 866 وتم، 866 وتم في كسر اعتيادي مش عايزه خالص ولا احط مكانه اصفار، انا عايز تقريب لاقرب 100، يبقى هسيب الاحاد والعشرات، انا عايز المئات هنا، فانا هشطب السته دي وصفر والسته دي وصفر. طيب أني رقم اللي بيزود أو ما يزودش؟ اللي هو اللي لازق في الثمانية. مين لازق في الثمانية؟ الستة، لأنها عدد من 5 6 7 8 9 عدد غني، يقوم يزود لي هنا 1، فتبقى الناتج بتاعي 0 0، والثمانية زائد 1 بقت 9، يبقى 866 وتم اتقربت لأقرب 100، يبقى بيساوي تقريبا 900. كده اتعلمنا التقريب لأقرب 100. نشوف آخر حاجة، التقريب لأقرب 1000. يعني ايه اقرب 1000؟ احنا قلنا الخانه الاولى دي اسمها احاد، واللي بعدها عشرات، واللي بعدها مئات، يبقى الخانه الرابعه هي الالاف، يبقى انا عايز الخانه الرابعه. طيب انا عايز الخانه الرابعه، فاول 3 خانات هشطبهم واحط مكانهم صفر صفر صفر. طيب الخانه الرابعه عندي اللي هي 4، رقم 4 لازق فيه كم اللي انا شطبته؟ لازق فيه رقم 5، الخمسه دي تزود ولا ما تزودش؟ ايوه تزود. افكركم تاني، الارقام اللي بتزود 0 1 2 3 4 5،
عفوا، الارقام اللي ما بتزودش 0 1 2 3 4، الارقام اللي تزود 5 6 7 8 9، فالخمسة دي بتزود، فهتزود على 4 1، فيبقى الناتج الرقم الناتج 0 0 0، والاربعة دي زاد عليها 1 تبقى 5، وانزل التلاتة والتمانية زي ما هما، يبقى الرقم دوت كان هنا 834,563، اتقرب بقى 835,000. طب نشوف الرقم الأخير برضو التقريب لأقرب ألف، 72,534 وتلاتة على سبعة. طبعا تلاتة على سبعة كسر اعتيادي، يتشطب تماما ومفيش مكانه حاجة، يبقى عندي تلات أرقام. طبعا بالمناسبة الألف فيه تلات أصفار، فأنا في تلات أرقام بشطبهم وأحط مكانهم تلات أصفار، بس بشوف الرقم اللي لازق في الاتنين، يعني آخر رقم في اللي أنا شاطبهم، خمسة يزود ولا ما يزودش؟ يزود، يبقى خمسة زود على اتنين واحد، يبقى هنا واحد، فتتكتب المسألة كده، التلات أصفار أكتبهم، وبعد كده الاتنين دي زاد عليها واحد بقت تلاتة، وأنزل السبعة الأخيرة زي ما هي، بقت 72,534 وتلات أسباع، اتقربت لأقرب ألف، بقت 73,000. بكده بنقدر نقرب لأقرب 10، لأقرب 100، لأقرب 1000، وناخد بالنا في الناتج النهائي، اللي متقرب لأقرب 10 فيه صفر، اللي متقرب لأقرب 100 فيه صفرين أوله صفرين، اللي متقرب لأقرب 1000 أوله 3 أصفار، وده صفر يعني ال 10، صفرين يعني ال 100، 3 أصفار يعني 1000. بكده نكون خدنا أول جزء في التقريب، اللي هو التقريب لأقرب 10، التقريب لأقرب 100، التقريب لأقرب 1000، وإن شاء الله هنقدم لكم في الحلقة الجاية التقريب لأقرب وحدة، وجزء من 10 وجزء من 100 وجزء من 1000. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.